امين المهيم هذه مستعمراتها للبحيره ونقيب صادره البحيره. ونوصل رساله للعالم كله ان مصر محتاجه الرئيس السيسي في هذه الفتره. مش كشخص احنا محتاجين الرئيس السيسي ونأيده في الانتخابات عشان مصر مش كشخص. ده بالاضافه للانجازات اللي تمت في هذه الفتره. ولكن الاهم من انجازاته الاحتياج مصر ليه في الفتره ديت. بنبعت رساله للعالم كله ان 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 بندي للرئيس شرعيه دوليه في هذه الفتره، بنقول للشعب المصري ورا الرئيس السيسي في هذه الفتره. ده موقف لازم كلنا ننزل نشارك، لازم الناس تنزل الشارع ورساله توصل للعالم ان الرئيس ان احنا في فتره حرجه، بنكمل انجازاته، بنكمل القضاء على الارهاب، ودي اهم حاجه ان احنا ما زالت مصر في حاله حرب